أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم. أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. اليوم سنقوم بمراجعة الكتابة العلمية حصى عدد ورتب القدر. نبدأ بالعبارة الأولى. العبارة الأولى هي أ تساوي 41500. إذن الكتابة العلمية ثم حصر رتب القدر نبدأ بالعبارة. إذن أ تساوي 41500. هل 41500 كتابة علمية؟ لا. لماذا؟ لأن قلنا الكتابة العلمية تكتب برقم واحد قبل الفاصلة غير معدوم. في هذا العدد 41500 لا توجد فاصلة، معناها الفاصلة موجودة هنا. نقوم بإزاحة الفاصلة إلى اليسار بكم من مرتبة؟ 1 2 3 4. معناها أ تساوي 4.15 في 10 أس 1 2 3 4. إزاحة الفاصلة. إلى اليسار الأس موجب. تذكروا هذا. ها هي الكتابة العلمية للعبارة، عبارة بسيطة. حصر رتبة القدر أ. إما نكتب حصر العدد، إما نكتب أ أو نكتب العبارة 4.15 في 10 أس 4. حصر عدد بين قوتين متتاليتين، حصر عدد أ بين قوتين متتاليتين. في 10
2 تساوي 7 في 10 أس نفس هذا المزايا الأربعة يعطيني 1. هذه الكتابة للعبارة. ننتقل للعبارة C. قبل العبارة C نقوم بحصر العبارة B. حصر العبارة العبارة B. الأسس. إذا C تساوي
لا. نزيح الفاصلة إلى اليمين. الأس يكون موجب، إذن سي يساوي اثنان. أزحنا الفاصلة بمرتبة فقط، إذن 2.8 بعشرة أس ناقص إلى اليمين أس سالب في عشرة أس واحد، لا ننساها عشرة أس واحد. إذن سي يساوي 2.8 في عشرة أس، نجمع الأسس ناقص واحد زائد واحد، وبالتالي إذن كتاب العلمية لسي هي 2.8 في عشرة أس صفر. واحد ناقص واحد زائد واحد يعطيني صفر، ها هي الكتابة العلمية لسي. ننتقل إلى الحصر. إذن الحصر ورتبة قدر العبارة سي. Baby.